فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الأب ليس فقيرا فهل يجب على ابنه أن ينفق عليه إذا طلب الأب ذلك؟ إذا كان الأب ليس فقيرا فهل يجب على ابنه أن ينفق عليه إذا طلب ذلك الأب؟ إذا كان الأب إذا طلب هذا ولا أجاب طلبه يغضب ويتأثر فينفق عليه، يداري غضبه ويداري، وهذا من الإحسان إلى الوالدين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.